نعم سالي، تحت رعاية وزارة الصحة من أجل حماية الأطفال من أمراض الطفولة انطلقت حملة اللقاح الوطنية ضد مرض شلل الأطفال، تستمر لمدة أسبوع. طبعا الأطفال من عمر يوم حتى عمر ال5 سنوات، لقاحات متوفرة مجانا بكافة المراكز الصحية والفرق الجوالة. خلونا نشوف أولا تقرير مع زميلتنا سمر معمو وراجعين. اللقاح هام جدا بكافة اللقاحات بتقدمها الدولة، المراكز هي هامة جدا. هذا اللقاح أصلا هو عبارة عن داعم لكل الأطفال من خلقتهم لعمر 5 سنوات، ونحن كثير بندعي الأهالي وبنشجعهم أنه اللقاح متوفر بالمراكز في فرق جوالة، يعني ما حدا غير قادر يحصل على اللقاح. الإقبال بالنسبة لليوم الأول إقبال كثير منيح، وبشكل عام نحن نسبة الوعي أو مستوى الوعي ببلدنا كثير كويسة، فلما عم يكون في حملات الإقبال عم يكون جيد. اللقاح إنه ضروري لكل طفل، فهي بتحصنه من 10 أمراض خطيرة اللي هن الكبد، السل، الدفتيريا، الكوزاز، السعال الديكي، والحسبة والحسبة الألمانية. نحن اليوم بمنطقة الشيخ سعد عند الفرن، بدنا نمرق بالأحياء حي حي، نطلب من الأهالي عبر الميكروفون أو ندق البواب مشان نلقح كل الأولاد الموجودين، طبعا بأعمار مختلفة. كل هذا ضمن دفتر بنسجله، بنوثق هدول بوثائق، يعني حتى أسماء اللي ما قبلوا يقوموا باللقاح كمان لازم نسجله. طبيعي كل طفل لازم ياخذ لقاحاته ويستكملها مشان لاحقا ما يتعرض لامراض او شيء، وهيدي الحمله يعني بنشكر وزاره الصحه عليها دائما عم تساويها، وهي لازم اي طفل ياخذها بغض النظر عن الجرعات السابقه. زينب، من بعد ما تابعنا المادة التالية أكيد بصرنا نرحب بضيفتنا اليوم الدكتورة هزار المقداد، رئيس مركز أبي ذر الغفاري. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني هذا الشهر خلينا نحكي عن الناحية اللي صارت فيه حملات كتير، صار أهم حملتين هي ضد سرطان الثدي للتوعية لسرطان الثدي، وأيضا حملة ضد شلل الأطفال من عمر يوم ل5 سنوات. قبل ما نبدأ بالتفاصيل خبرينا عن أهمية هالحملتين. بداية أنا بدي أشكر الإعلام السوري اللي هو شريك أساسي للقطاع الصحي بتقديم الخدمات الصحية للوصول إلى أهدافها والإضاءة عليها. أهمية الحملتين بتنبع من أهمية المرضين كونهم أنه أمراض خطيرة بتصيب النساء والأطفال. فسرطان الثدي هو السرطان الأكثر شيوعاً عند النساء، بيصيب 2 مليون سيدة عبر العالم، ممكن يسبب بوفاة 465 ألف سيدة في العالم. كما مرض شلل الأطفال اللي بيصيب الفئة العمرية الصغيرة اللي بتصل ل5 سنوات، وممكن يصيب بأعمار أكثر من هيك، ولكن تتركز أمراض الطفولة الفتاكة بضمن هالفئة العمرية، فمرض خطير ممكن أنه يسبب الإعاقة وقد تصل إلى الوفاة أيضا. فهالحملتين هدول للتوعية من هالمرضين اللي ممكن الوقاية منهم أنه تحد من آثارهم الضارة. نعم دكتورة هزار، يمكن امبارح من خلال دائما يعني جولاتنا بالشوارع شفنا انطلقت الحملات، وخاصة بهي الظروف، يعني عم نعرف بعد جائحة كورونا كان في اهتمام أكبر من الكادر الصحي، يمكن وخطوة مهمة لحملة التلقيح، وخاصة أنه كانت هيدا الحملة إلى وضع خاص، أنه بغض النظر عن الحملات السابقة أو بغض النظر عن اللقاحات السابقة المأخوذة. صحيح. يعني تحكي لنا كمان عن هذا الموضوع تفضلي. أهمية الحملات العديدة اللي عم تساويها وزارة الصحة هي بإعطاء المناعة المجتمعية للأطفال، فنحن مرض شلل الأطفال بخلال هالحملات عم نلقح جميع الأطفال ولمرات متتالية، وبغض النظر عن لقاحاتهم السابقة في كل مرة. نعم. بنقول إنه المفروض الأهالي يصطحبوا أطفالهم بكل حملة بتساويها وزارة الصحة.
كل ما زادت كل ما زادوا عدد الأطفال الملقحين كل ما زادت المناعة بالمجتمع، وكل ما ضعف الفيروس وضعفت قدرة الأمراض تبعه فصار فيروس ضعيف ضمن هالمناعة الكتيرة. فمنأكد نحن على جميع الأهالي أنه يصطحبوا أطفالهم دون الخمس سنوات إلى مراكز الصحية لأخذ في كل مرة هذه اللقاحات. طبعا جائحة كورونا كانت يعني هي أخرت شوي، الناس صارت تتخوف تراجع المراكز الصحية، ولكن نحن كمان استدركنا بحملة خاصة بعد ما يعني انتهت الأول شهر كان متخوفين كتير العالم، فعملنا حملة لاستكمال اللقاحات لما بوقت الحجر ما كانوا الأهالي عم يقدروا يجوا للمراكز الصحية، فاستكملنا اللقاحات بحملة خاصة بعد هذا الشهر من الحجر. نعم، مع أنه عم نحكي عن التوعية يعني إن كان بالحملات وضرورتها ولازم قديه الاهالي فعلا يتابعوا اللقاحات ان كان للاطفال او حتى الفحوصات المبكره لسرطان الثدي، خلينا نحكي الاجراءات الاحترازيه اللي متبعينها انتم بالمراكز الصحيه وخاصه نحن عايشين بظرف استثنائي اللي هو كورونا. تمام، هلا بدايه من وقت ما بلش وباء كورونا بالمراكز الصحية اتخذنا عدة إجراءات، أولها اللي هي إجراءات التعقيم وضبط العدوى الخاصة بالمراكز الصحية. طبعا كنا من أول يوم عم نعقم، نحن بالأصل نتبع إجراءات ضبط العدوى، ولكن زادت إجراءاتنا الاحترازية بالتعقيم وضبط العدوى ومن ثم الوسائل الوقاية الشخصية صرنا نأكد عليها ونشدد عليها حتى مو بس للكادر الطبي وإنما للمترددين على المركز، إضافة إلى التباعد الاجتماعي والمكاني المفروض أنه يكون بين المرضى لمنع الازدحام ومنع انتقال هذا الوباء. نعم. دكتورة هزار، يعني مثل ما بنعرف كثير من الأمهات بتبلش تسأل إمتى اللقاح، وفي منهم ما بيكون معهم الدفتر يعني تبع أطفالهم فبيبلشوا يسألوا، خاصة هلأ يعني مع كورونا أيضا زاد هذا الموضوع. يمكن أنتوا كمثلا هيئة أو ككادر عاملين حملة توعية للأهالي بوقت اللقاحات بإمتى يجب أنه تصطحب الأم أطفالها للقاح؟ هلأ نحن في تثقيف صحي دائما يجرى في المراكز الصحية، أول يعني ساعة 10 بيختاروا وقت الذروة لازدحام المرضى وبيعملوا محاضرات دائما بتكون من صلب هالمحاضرات أهمية اللقاح للأطفال، بيثقفوا الأهالي عن أهمية استكمال كافة جرعات اللقاح وعن أهمية اللقاحات عند الأطفال. طبعا نحن قبل كل حملة بأسبوع بنتواصل مع كافة القطاعات المجتمعية، من ثقف على وجود حملة، نخبر الأهالي على وجود حملة، بيطلعوا الكادر خارج المركز يعني. نعم. وبيخبروا الفعاليات المجتمعية والقطاعات الأخرى المشاركة. نعم. بوجود هالحملة ومن مخبر عن أهمية أنه الأهالي. نعم. يجيبوا أطفالهم بالأسبوع بالوقت المحدد. نعم. للحملة. نعم، خلينا نحكي عن اللقاحات بشكل عام، وين متوفرة، بأي مراكز، هل هي مجانية 100%؟ الحقيقة اللقاحات اللي بتكون موجودة بقلب المراكز الصحية كافة، المراكز الصحية منتشرة في كافة أنحاء القطر، ما في ولا نقطة طبية إلا بتحوي على عيادة لقاح، حتى الأماكن البعيدة اللي مو موجودة فيها أي نقطة طبية فبيطلع عليها فريق جوال بلقح الأطفال الموجودين. المراكز هي تحتوي على كادر طبي مؤهل وعلى كفاءة عالية ضمن عيادات اللقاح، واللقاحات الموجودة هي لقاحات آمنة وفعالة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية بكافة معايير الجودة ومجانية أكيد. ونحن منقول أنه خدمة اللقاح هي خدمة مفتوحة للجميع، يعني أي طفل فيه يتلقح وين ما كان بدون أي أوراق ثبوتية، وحتى إذا حب يغير سافر من مكان لمكان من محافظة لمحافظة فيه يستحب بطاقة هاللقاح ويكمل بالمحافظة الثانية. حضرتك سألتيني على بطاقات اللقاح، أنا بدي أقول أنه نحن الأهالي اللي بتيجي مضوعة بطاقة لقاح أو ما معها نستجوب نحن الأهالي الأهل عن اللقاحات اللي أخذوها أولادها، ونصدر بطاقة لقاح جديدة للطفل إذا مضوع البطاقة أو يعني ما كانت موجودة معه. تمام.
تمام، يعني خطوة مهمة هيك ريحتوا الأهل وحتى حالكم من موضوع الروتين، خلينا نقول لأنه بيجوا مضيعين بطاقاتهم كتير، بشوف أنه نحن حتى بيكونوا نسيانين، يمكن أنتم ككادر صحي بتقوموا بالمهمة. خلينا نحكي كيف لقيتي الإقبال على هيدي الحملة؟ يمكن ما قلت زمان بديعني، ولكن دغري بيبين مثل ما بيقولوا. الحقيقة نحن أنا بشوف أنه الوعي الصحي كتير منيح عند الأهالي. الأهل بيبلشوا يسألونا من قبل، من لما بيسمعوا من قبل ما تبدا الحمله، عن انه اذا في حمله ولا ايش، واذا ضروري ناخذ كل اللقاحات او لا. فوعي الاهل عم بيخلي انه يجيبوا اطفالهم. انا امبارح باول يوم 8:30 صباحا كانوا الاهل هن بيحبوا يجوا بكير للي عندهم شغل، ف 8:30 صباحا كان في زحمه لانه بدهم يكونوا باول يوم موجودين وملقحين ليامنوا انه اولادهم تلقحوا. هلا نحن عندنا هدف بكل حمله عدد اطفال معين بكل مركز صحي المفروض انه نوصل له لحتى نعرف اذا حققنا هدفنا ولا لا. الحمد لله نحن بكل حمله اما بنحقق الهدف او بنجيب اكثر شوي من هالارقام، وهذا دليل على نجاح الحمله. نعم، بما أنه سألت سالي عن الإقبال على اللقاحات شلل الأطفال، كيف لقيت الإقبال كمان بالنسبة للكشف المبكر عن سرطان الثدي من السيدات هالسنة؟ الحقيقة نحن بالماضي تعبنا كتير لحتى نوصل لتواصل جيد مع السيدات، يعني ما كانوا أبدا يقبلوا خدمة كشف مبكر عن سرطان الثدي. كان في خوف كتير كبير، وعلى مدى السنين الحقيقة ضافرت كل الجهود من كل الوزارات لوصول لأهداف الوعي الصحي بشأن هذا المرض. هلأ نحن صار عنا وعي كتير بسرطان الثدي وعنا إقبال الحمد لله شديد. الحقيقة مواعيدنا نحن السنة الماضية بلشت من شهر تشرين الأول اللي هو شهر التوعية ضد سرطان الثدي، وضلينا ناخذ مواعيد لتصوير الماموغرام لشهر حزيران. تخيلي بقلب شهر تشرين الأول نحن وصلنا لشهر حزيران بالمواعيد. ولحد هلأ اللي بدي أقوله أنه خدمات وزارة الصحة بهذا الخصوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي اللي هي الخدمات الشعاعية أو عيادة أمراض الثدي أو خدمات الصحة الإنجابية اللي بتعلم الفحص الذاتي وأهمية الفحص الدوري على يد طبيب خبير، فكلها موجودة بوزارة الصحة على مدار العام. يعني نحن شهر تشرين الأول هو بنعتبره شهر التوعية والتثقيف ضد سرطان الثدي، ولكن الخدمات الموجودة هي خدمات موجودة على مدار العام وبتناول جميع السيدات وبشكل مجاني، لا تحتاج لأي أوراق ثبوتية. الناس بتتفاجأ أنه معقول مين ما كان وبشكل مجاني. نحن بنقول انه العيادات الموجوده للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمراكز التابعه لوزاره الصحه هي عيادات مجانيه، وفيها اي سيده تراجع المراكز وتاخذ هي الخدمه. بدي اكد كمان على انه الفئات العمريه اللي بتراجع بما يخص سرطان الثدي، من زمان كنا نقول انه اللي فوق الأربعين ممكن انه تراجع، هلا نحن بدنا عم ناكد على انه حتى الفتيات من أعمار صغيرة المفروض أنه يراجعوا. تمام. لأنه صار المرض ممكن أنه يصيب الصغار. صحيح. فنحن بدنا نأكد على أهمية مراجعة الفتيات حتى. نعم. لهالعيادات هي. تمام دكتور، نتمنى لك نهار سعيد أكيد، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع خاصة بظل هذه الظروف اللي نحن عم نعيشها، إنه يديروا بالهم جدا على حالهم ودائما يتابعوا الأخبار اللي بتخص صحتهم ومثل هيك حملات. مشكورين دكتورة هزار وموفقين بعملكم. شكرا جزيلا، وشكرا لكم كمان على جهودكم معنا. شكرا لك أكيد، وتحية لكل الفرق الطبية الموجودة حتى فعلا تتم حملة تلقيح ضد شلل الأطفال بخير وسلامة. شكرا لوجودك. شكرا كتير.